الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها أيضا أن الداعي ينبغي له أن يحتقر نفسه وأن لا يتعاظم في ذاته، مهما عظم فضله عند الله عز وجل ومهما فتحت أبواب الخيرات والنعيم في وجهه، فلا يزال يعترف أنه هو ذلك العبد المقصر في جنب الله، وأنه الحقير عند الله عز وجل، وأنه الضعيف العاجز الكسير الذي يحتاج إلى ربه في كل لحظة من لحظاته. يا سلام على هذا الشعور إذا قام في قلب الداعية، فليبشر بالثبات والخير والفضل من الله عز وجل. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: أنا كنت جازمة بأن الله سيبرئني، لكنني كنت أحقر في نفسي من أن تنزل براءتي في آيات تتلى إلى يوم القيامة. كنت أظن أنها رؤيا، هتنزل براءتي في رؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي القضية، لكن كون الله ينزل أفضل رسل السماء وجبريل إلى أفضل رسل الأرض وهو محمد عليه الصلاة والسلام بآيات يتكلم الله بها كلاما حقيقيا تبقى مدونة في كتابه العزيز ليوم القيامة، فكانت تحتقر نفسها ولا ترى نفسها أنها بلغت هذه المرتبة. فالداعي ينبغي لو أن يكون كذلك، مهما فتحت لك أبواب الفضل، مهما فتحت لك أبواب الخير، مهما فتحت أبواب النعيم، مهما قبل الناس أمورك وكلامك ومهما تجمع عندك، إياك أن يثور في قلبك أن هذا بحولك وقوتك وحسن تدبيرك، لا لا لا، الأمر بيد الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك كلما زاد فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كلما زاد تعبده وطول قيامه حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فالداعية ينبغي أن يحتقر نفسه عند مطالعته لعظيم فضل الله عز وجل عليه، وأن لا يحس في قلبه شيء من الفخر والخيلاء والعجب بكثرة ما فتحه الله عز وجل عليه من النعيم أو أعطاه من المناصب أو من الشهادات والدرجات الدنيوية العلى. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.